يستأنف إذن اللعب من أندريا بيرلو لفائدة يانكولوفسكي، وهدف ثاني، وهدف ثاني ممتاز، ممتاز جدا من يانكولوفسكي، ممتاز الهدف الثاني، واللي أكثر من ممتاز هي التمريرة المليمترية التي خرجت من أقدام بيرلو على ما أعتقد كرة ممتازة، وهدف جميل ورائع لفائدة الميلان في وقت 62 دقيقة لعب من هذا اللقاء. ميلان ياخذ الأسبقية. هذه هي الواقعية الإيطالية، يعني شوفوا مكرتين سجل هدفين فريق ميلان، وتهاون من لاعب نافاس لأنه ما انطلقش مع اللاعب يانكولوفسكي. الانطلاقة نتاعو كانت سريعة وممتازة، لكن التمريرة كانت ممتازة جدا، وعلى الطائر في القائم الثاني، وأرضية صعبة على بالوت، لكن تمريرة بيرو كانت مورا متماسك أكثر. كوسا متبقي تقريبا ما زالت أكثر من 24 دقيقة، ما زال وقت، وقادر فريق ميلان أن يفاجئ يسجل هدف ثالث. ضربة مرمى لفائدة الحارس البرازيلي ديدا، وطبعا الميلان في صفوفه الآن بوصول